طول عمر حياتي حتى بعد ما اعتزلت بعشق الملعب، ما احبش قعده المكاتب، لان اولا واخيرا انا فني، يعني مش اداري ولا لا، انا فني. ودي حاجات يمكن احنا بنحاول بقدر الامكان ان انا حتى بنزل امر على الملاعب، احتمال عناية طولت حد، وبنتفق مع المدرب اللي ماسك المجموعه دي، بنتفق وبنشوف راي بعض وراي الاغلبيه طبعا، الناس اللي قاعده، المدربين اللي قاعدين 4 5 برضه في كل لجنه، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا يبقى تقييم اللعيبه على اسس زي ما قلت لكم، معايير موضوعيه. وانا ببقى مبسوط قوي ان ممكن يبقى في حتى في اختلاف وجهات نظر، ولكن بنقنع بعض ان اللعيب ده كويس، في معايير كويسه، ممكن يكون جسمانيا كويس، ممكن يكون مهاريا كويس، واحنا بنحاول نبقى في دمج بين العنصرين، عنصر طبعا المهاري والعنصر ايضا الجسم، لان طبيعه كره القدم دلوقتي محتاجه برضو، محتاجه جسم وقوه وسرعه، فبنحتاج برضو المعايير دي بتخش في حسبان او تركيز الجهاز الاجهزه الفنيه.